قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأئمة الذين نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعضهم موصوف بأنه من الصوفية، ومع ذلك لهم كلام عظيم مفيد في العقيدة والتوحيد، كيف يصدر منهم هذا الكلام وهم صوفية؟ يا أخي ما كل صوفي يكون منحرف وضال، الصوفية أولهم طيبين ومستقيمون وأهل حديث وأهل أثر، أما المتأخرون منهم اللي أحدثوا البدع والمنكرات هؤلاء ما لا عبرة بهم، إنما القدامى والأئمة هؤلاء يؤخذ من قولهم ولو كان عندهم تصوف. نعم، لأن أصل التصوف الزهد والعبادة، هذا أصل التصوف. أما لما جاء وحدة الوجود والشطحات هذا في المتأخرين منهم، هم في المتقدمين. نعم.